طب طيب الثلاثة خمسة ليه؟ عانك. طلع خمسة الثلاثة. شوف ها عامر بن نير، حمد الأكلبي، عبد الله بقيم، أحمد الشمري. طيب لا ده على خمس صح. خمسة. لا أربعة. أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا عبد الله بقمي. أي عبد الله بقمي وأحمد الشمري وحمد الأكلبي عامر بن نير. شو أنت؟ طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة. إيه عايز أمسك غبي. نورك نسيت. إيه لو سمحت. ترجع أعطيك بوكس. شوي شوي. فرطور حمد أكلبي. إيه ماذا تريد مني؟ يا غبي كأنك رشام غبي يا الأمير. لقد سبقتك عليها انت وياه يا رجال. لا بالعكس انا من لحق سبق لبق. قم من لحق سبق لبق. سمحت امبراطور خلاص يلا امبراطور يثني الله يحفظك. امبراطور يثني انا ودي ثلاثه. لا عاد عاد حارس عندي هو حارس يجي اربع امبراطور على ويش؟ ما في احد. يا عيال يا عيال يا عيال انك حارس. هلا انت حارس روح جيب لي ماء. بدري عليك ولا مصطفى. هاي لازم امبراطور. طيب يلا لا امبراطور امبراطور ما تجي. انت اليوم عند الحارس. سمعت. روح تكامس تكامس. روح روح اطرد فيه اطرد فيه. روح روح اطرد خلاص. بس العزب ذبيبي يا كتر يا اخوي ابغى ندرب. اطرده يا اطرد فيه اطرد فيه. شيلوه شيلوه لا يجينا شيلوه لا يجينا شيلوه امطشوه. كتاب 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 شيلوه امطشوه. يلا يلا يا ذبيبي والله تعبك رفيق. ما عليك ما عليك. جاود جاود رجليه جاود رجليه. ايه خلينا ندرب حراس. ايه هذا كتاب فيه هات هات. ايه ايه حارس حارس بعد عندي حمسي حارس. ايه يا عبد الله حارس حارس يا حارس يا هاتو. لا حول يا ما له دخل. ما له علمها. حل عنا ما له علمها. يا موسى البيت. يا موسى سلم نفسك. سلم نفسك يا الحراس. تعال قدامي. لا 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 عبد الله. لا لا عبد الله عبد الله عبد الله. حنا امبراطوريين لازم. سلم نفسك يا بيبي. ورني عرضك تامك. يلا 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 اذا ودك نزل يدك. نزل يدك نزل يدك. اريد ان اريد ان اقص اقص. اريد ان الويها. هل انت تتوضا؟ لا يا رجل امبراطور عيب عيب وترجيب. ايش تقول انت وياه؟ ايش تقول انت وياه؟ لا 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 ايش تقول انت وياه؟ شخصي. لا لا حراسنا وينهم؟ لا 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 امبراطوري وصاني انها عزمه في العرش. انها عزمه الله يخليها. امبراطوري وصاني ما يدخل. شباب انها راسي. طيب خلاص 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 ولا ترى امبراطور جديد. لب قلبك. اطلق يا امبراطوريه. اشوف يا بيبي اظبطك يا ماجد. طيب انا اشوف شوف يا رب داخل امبراطوريه. انا خذيت الحين الحين ما ادري ما ادري على وجهك ذي اقول عطر شيء 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 عطر طيب يا موسى الشرب هدي الحبيب. اسمع اذا عطاني شيء خاطري فانا بجيب امبراطور. لو سمحت يا موسى عندنا ضيف. اي نعم نعم متشرف. في واحد يوم حبيت امبراطور يهلب عبد المنير صراحه. انا حابه من زمان. طيب يعني نجي الحين ولا شلون؟ ما كنت اشوف يا سياره. يا سياره احنا وقت مشاكل سياره. انا معاك والله اني وقت موسى. انا يوم شفت يوم شفت السياره تحت احسب انه وحيد القلب داخل علينا. مبروك كل واحد اخذ دوره. يلا تهرج 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 طال عمرك. تسجيلات انتم اثنين يعني ليش امبراطورين؟ هذا حبيب غن اثنين في واحد ما تجي محل لوح تبي قلوبه يا ابو طقيفه جرب كبه عجز. تبون تسمعون غزلي حزين؟ تبون تضيمون؟ تبون تبكون؟ تبون تفرحون؟ تبون تبي تفطس ضحك؟ تبي تموت ضحك؟ تبي تموت يعلك؟ داجة مال عرادي يجي قلنا عطر شيله الله يحفظك شيله فكك عقل امبراطور فك بمردغه بك يا امبراطور امبراطور قادم قادم امبراطور الحين يلا ويا غايبه وشلون بعدي قويتي وشلون قلبك طاوعك تهجريني. الله اكبر وين عهد خذيتي وين الوعود وين ذاك اليميني. الله اكبر وين عهد خذيتي وين الوعود وين ذاك اليميني. درجة كاملة. قف. من أين أنت يا فتى؟ من يا أخ العرب من أين أنت؟ خفجي. هل جابتك
السماء لينا؟ إيه؟ أم جابك الزفلت؟ أم جت بك السيارة؟ أم جيت مع القرية؟ عطنا شغلة ثانية. يمغث يمغث. أنا بغير العقل إذا استلمت البطارية وديت الألمانية ولا شفت الحل؟ بعثها بعثها كذا بس. جيت عن طريق أزفلت تأشيرة. ها؟ تأشيرة. ماذا تقول يا أخ العرب؟ قلت لك أتيت إلى هنا تأشيرة. عطنا شغلة ثانية من فضلك. نريد أن تغير هذه الشلة. نريد أن تطربها. عبود. أريد أن أنشرح. تنشرح؟ نعم صدري. أريد شيء رخم بشاري. خم شاري يعني. يا طيب نستاستك فقدك حيل يا الغالي فقدك حيل يا الغالي يا قزة طولات غيابك هلا فقدك حيل يا الغالي يا قزة طولات غيابك ما يقصر ما قربت عندي انا فقدك حيل غالي يا قزة طولات غيابك يا قزة طولات غيابك خلنا نجرب شيء انا ليه تتركني على وزن ليه تتركني يلا ها ليه تتركني الحالي ليه تتركني العالي ليه ما اشتقت لعبابك هات عن ثاني تغير ماجد ماجد والله وجهك ان احطك في اي مكان اجلس لا يا كب كب اجلس انت يلا هلا اسمع بقى اسمع بقى بمربط بمربط يا عبد الله بقي يلا جيبه تعال جنبه تعال جنبه لا لا تعال 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 بس احمد بس بس تعال بس اذا برمجنا كذا الجيب الجار اذا وقفنا كذا تقص كم جاره في اليوم كذا ترفع صوتك بسم الله ما شغل الحين ما شغل يلا يا غزال ها يا غزال شركه الصيد زندوق عحقوقه او ما درني غير شيء غير يلا عطنا شال عطنا شال احمد ما يمكن عندي عمي ممتاز انت عندي اهداء لك عندي اهداء لكم بما انكم اخوياي واصحابي تفضل اقول يما انا ندمان ابكي على ما كان اصبحت انا خسران رجع شوي رجع شوي رجع شوي عشان تبدا جديد رجع شوي يما انا ندمان أبكي على ما كان أصبحت أنا خسران يما يا يما أصحابي جروني للسجن ودوني وحيد خل أصحابي جروني للسجن ودوني طيب هاتوا لبعد هاتوا لبعد أنا أقرب الحين أقرب يلا وين دنياك والوفا ذاك ودي أعرف شلي قصر 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 سمعتي سمعته نرفع يلا 18 صوت 18 العتم مات والعتم مات ودي انساك بس هات اتركني لدمع عيني غفر الجرح جرحي اجول اجول عبد الله مقبي اجول انت وعبد الله مقبي وماجد يلا بشغل 5 دقيقة دخل شريط دخل شريط قوة نمت حيل تعبت جرحك وجاني وفكرت بيك وضعيت ومن فرقتك لليوم ما مر علي نوم رحمة بعد ما بيك عايفني كل هموم ومن فرقتك لليوم ما مر وشو عمزت يضحك ارفع ومن فرقتك لليوم ما مر علي نوم رحمة انت
اللي بعده يا عيال دقيقه طفيت عشان اركب الصندوق اركب طيب السواقه مو هنا ولا اركب الصندوق اركب بسرعه بسرعه كل شوي نوقف مسجل 30 اخر درجه ما نسمع ارجع وراك انت يلا انت وين قطار ذا معاون يا حبيبي ايش يسوي اليوم يلا يلا واحد اثنين ثلاثه مسجل عيال سجل ترى نفخت من الغبار لا عشان ترى دخلنا من طبطي اركب 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 خلاص غشاق 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 اركب واحد اثنين ثلاثه سكر بيبان ما رد لي ما رد لي من يوم ما رد واجبتنا اللي بعدها اللي بعدها ما رد لي ما رد لي من يوم يا اخوي لازم اغير مسجل هالشيء ما رد لي ما رد لي من يوم ما والله تعود ما رد لي ما رد لي وقلبي ما مرتاح انتبهوا ترى التفحيط ما يجوز يا شباب صح يا عشان كذا سوينا المشهد ان التفحيط يؤدي الى الهلاك ويعتبر انتحار يا شباب انتبهوا لا تسرع اربع 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 لا تسرع فان الموت اسرع فالعدو يا جماعه الخير دقيقه لا يعرف متى خلي غير مشكل فكر سكر فالحديد لا يحن فالحديد لا يرحم تذكر انتبهوا انا اتكلم ولد اكل شركه ناخذ قطعه هذه مداخله من واحد قد كان يمحن لا تمحن الحين لا تفتح خلاص تفت يلا 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 رحنا بروح اذكر بمر عليك دقيقه عم من واحباب كنت يعزونك واخوان وام وامو كلهم يبغونك يا ولد اسمع يا ما حس بالسعاده كلمني كلمني كنت بحط اسمع جيتكم وانت لا ادفع هلا عدل عدل انت خلي فراتك انا درباوي درباوي يا درباوي كل الناس انا صاحبي والله يا سعد هذا جبت خلاص سمعت تعال انا طيب بس جايين عند باب مسجدك دقيقه تعال يعني احنا رايحين وين رايحين نبي احنا قاعد الحين بسكن عند سراج وش عندك نبي وتفهم سلام عليكم سلام الله طول سلام طول ها صوب على شبلاء عادي 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 ما تصير سلام عليكم درباوي بقدام سلام عليكم درباوي برس هذا مسجل خربان طفوا طفوا لا خل كم هو مسجل هذا يروح الحزن عيال حنا عنده توعيه يا رجال امه توعيه انتم استريح استريح وخلنا عنكم توعيه عنيش اسمعوني يا اصدقائي دقيقه عشان اعجز اسمعوني يا اخواني اسمعوني انصتوني انتبهوا فان الحياه لا ترحم والحديد لا يرحم والسرعه هلاك وانتحار فانتبهوا فوراءكم ام تدعي لكم وراكم اخ سند لكم ووراءكم اب رباكم فانتبهوا فالسرعه لا تبني الى خير انظر الى هذا الشخص اكسر 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 هذا الشخص هذا الشخص كان مفحط قديم وتسبب في اموات لاناس الله يرحمهم هو شوف تسوي ولكنه تاب الان فاسمعوا نصيحته والله انا وجهه غبر اني دريت انه تكلم لهم عن حياتك السابقه والان سابقا قد كنت انطل على 160 انطل انظر كنت انطل 160 انطل يمين بالسياره كذا السياره كذا كنت بعد ما تبت احكم بعد ما تبت عبر قصتك والحاش ما يوفقني ربي وادخل في صبات وبيحتك فراسي تقطعت أربع النغمة الحزينة شوي والصدامات تكسرت عشان ودخلت في جدار وسلمني ربي ومكت سنوني وركبتها عقب ما تبس وتبت الحمد لله لقيت الشيخ قنبوذ انسحهم وتبت على يده بيضلع وجهه انا شفطنا من الطارة هو مرة بس يلا تبت على يده وقعد انصحني وتذكر دائم ان وراك ام وابو يرتجونك دائما تذكر راح وراح اهل راح وراك اخوان وانا شغل مسجل واشتري مسجل واتصل تذكر انا اقول تذكر ما قلت تكلم راجع الباقات اسمع نصيحه الاخ التايب انا اقول دائما تذكر وراك اهل نصيحه الاخ التايب ان وراك ام وراك اخت وراك اخو اخت طارق التايب انت تقول طارق التايب اتفالك وصل عندي هنا وراك اخت وراك اخت تكلمك يا اخوي عطك شفطات وناس وبني عم يحبونك حتى تركد تركد ترى مال الحديد امان تركد ترى مال الحديد امان فان الحصى اسرع لا تسرع فان صوت احد وراك عيال وبني عم يحبونك تركد ترى السرعه مو من فايده
مهموم ومفارق احبابي والشوق عشره على عشره والشوق عشره على عشره يعني تراني على بابي ونزتها هله العبره ونزتها هله العبره ما حبت الوقت فهل الله لا فهل تعطيك من مرة ما تعطي الحالي قلب وفعلك ترى ما هو على حالة ما انت بقلبي ولا عاد انك بالي يا عيوني لا انت يا جمال شيء ما قدر اوصفه يا عيوني كل وصف في جمالك مطلع طلع شريط يا اخي طيب ارفع شغلت شريط يا عين وش سهرك بالليل تشكي ترى ما فيه بالله اللحن موجودين يعني روح على الدنيا انتم وش فيه ترى احنا مكملين بعض لا كثرت قلت شيء ما رجعت له منه وانا وين واقف ورا جدار ماك والله شوف يا زين الزين شفت الشريط اللي ركبت كمل ما نقص كل ما مريت وش فيك ساكت وعندي عندي مسجل ثاني تتكلم وقلوب الاحباب ما تكذب بلدان فارق حبيبه يا عرب عنا لا وراء قصر قدام لا يمين يسار